السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. هنتكلم الأول على تعليق حضرتك على الخطاب بتاع رئيس الوزراء، وبعد كده هنخش على رحلة حضرتك في ليبيا. كلام رئيس وزراء تركيا كلام محترم، من راجل محترم، من زعيم محترم. طب رحلة حضرتك في ليبيا إن شاء الله مالها؟ يعني ماذا جرى؟ احنا رحنا ليبيا مجلس أمناء الثورة، بوفد من مجلس أمناء الثورة، رحنا أنا بنغازي نؤيد خطواتهم ونبارك ليهم على فتح طرابلس وعلى الدخول لطرابلس. وفي بنغازي يعني عقدت عدة لقاءات، كان يعني لقاء مع الأستاذ مصطفى عبد الجليل رئيس مجلس الوطن الانتقالي ومجموعة من مجلس الوطن الانتقالي، وكان في لقاء مع بعض شيوخ القبائل، وكان هناك لقاء جماهيري في ميدان الحرية في بنغازي مع الجماهير المعتصمة، وكان في شبه دورة صغيرة كده مع شباب الثورة الليبية، الأمال والتحديات. حضرتك وصلت إمتى مصر؟ أنا وصلت يوم الأربع بالليل من بنغازي، ويوم الخميس الصبح رحت فرنسا عشان كان عندي مراجعة طبيب للعلاج، ورجعت امبارح بالليل. الحمد لله على السلامة. حصلت بعض التغيرات في جمعة 9/9؟ حصلت بعض التطورات، لكن أنا لسه ما قعدتش مع الناس والشباب وما عرفتش إيه ما وراء الخبر، لأن لابد أن أعلم ما وراء الخبر. تعليق حضرتك على التفعيل قانون الطوارئ؟ هو أصلا قانون الطوارئ لم يلغى، قانون الطوارئ لم يجنب. أنا رافض طبعا تماما لمسألة قانون الطوارئ أو أي أحكام استثنائية. طب بالنسبة لهدم السور؟ لا، هدم السور أنا يعني أوافق على هدم السور، لكن أنا لا أوافق على اقتحام السفارة بهذه الطريقة التي تم. طب تقديم الشباب للمحاكمات بهذه الصورة؟ لا، رافض تماما. أي شاب من الثورة رافض أن يقدم إلى أي محاكمات عسكرية. إذا كان في بلطجية بلطجية، إذا قبضوا على بلطجية يتحكموا، لكن شباب الثورة أو شباب أبرياء لا. طب هل في إعداد لجمعة قادمة؟ لا، لسه ما يعني ما فيش قرار. الحمد لله على السلامة دكتور، مش عايز أسكر عليك. شكرا دكتور. شبكة يقين بتشكر حضرتك. الله يخليك، شاكر جدا. السلام عليكم.